سر في شوق يهبل، مش في ابو سنه. شوق؟ وايه دخل يا حاج شوق بالحوار ده؟ شوق؟ شوق هي ترياء ابو سنه، هي اللي قفشه سره وملوده وراها، وهي اللي مالت مخه وجابته لحد عندنا هنا، وهي اللي هتجيب اجل خميس. بس خميس مش هيديها فرصه. ها؟ وانت ايش عرفك؟ متهيألي يعني انه مش سهل وهي يعني ما ينفعش. اللي يسمعك كده يقول انك تعرفيه كويس. انا؟ وانا اعرفه منين؟ يعني انا بسمعكم بتتكلموا. بنت يا سوريا. ها بنت ظبط الحجر قبل ما يفحم. حاضر. اهو يا معلم. مالك يا مطر؟ ما تقعدي، مدينانه ولا ايه؟ لا اصل انا تعبانه، هخش انام، دخت من لف طول النهار. تصبحوا على خير. عاوز مني حاجه تانية يا معلم؟ لا خشي نام انت كمان. طب بالاذن. مراتك الايام دي رجلها خارت على الخروج. عادي يا حاج، بتنزل تتسوق. انت عارف بقى مخ الحريم. ايوه، يبقى اسالها كده وشوف هتقول لك ايه، وبقى تعالى قول لي. ليه يا حاج؟ انت قلقان من حاجه؟ اسالها الاول بس.